السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وفيديو جديد غادي يكون خاص بالقفطان والتكشيطه. كاين اللي باغي يوجد شي حاجه لرمضان ان شاء الله غادي ياخذ افكار من هذا لا فيديو. بديت معكم باول قطعه، هي هذه صراحه قفطين رائع. كاينه هذه التكشيطه حتى هي، هذه درنا ليها الدوبلور من تحت لان البيض كيكون هكا شفاف وكيبين، وخدمناها بالدوغي كتجي رائعه بزاف، خدمه خفيفه وزويونه وانيقه. كاين انا هاد الموديلات حتى هما، هادو تكشطات مغربيه بلمسه خليجيه لان الخليج هما اللي كيديروا هاد التشكيلات بحال هكا في اليدين وهكايا بالسميطه. حتى السميطه ديالو مختلفه من القدام، من القدام هكايا في شكل، ومن اللور مخدومه بالثوب ديال 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 التكشيطه. هي كتجي بحال التكشيطه بحال القفطان بحال هكايا، كتجي فيها دوبل ولكن كتبان بحال القفطين في اللبسه ديالها. كاين هاد القفطين حتى هو، هذا هكايا جا شويه قصير، نتوما تقدروا تطولوه اللي كيبغي هكايا قفطاني يكون طويل وجار الارض يقدر يزيد يطولو. البيض هادو يمكن ليكم تلبسوه بحال هكا، حتى مثلا اللي عروسه وبغات تلبسوه مثلا في بلاصه لاغوب يمكن ليها تلبسوه لانه الشكل ديالو انيق بزاف. كاينين هاد الموديلات حتى هما، هادو كاملين مخدومين بالكريب وبلاسوا، شي حاجه رائعه بزاف. يمكن لكم تعدلوا فيهم بطبيعه الحال كيف ما بغيتوا، مثلا اليدين الا ما عجبوكمش هكايا ديروهم طوالين، يمكن لكم تخيطوهم بحال اليدين عاديين وتزيدوا ليهم هكايا رشيمات في اليدين، غادي يجيو زويونين بزاف. والالوان، الالوان هما كلشي، الالوان رائعين. كاين اللي كيبغي هاد القفطانه ولا التكشيطه يجي نازل حتى لتحت يكون كيتجر مع الارض، هادو الطول ديالهم بالنسبه لي انا جدا مناسب. ودابا راه كاينه بخومو بمناسبه ديال راس السنه. كاينين هادو كيجيو على شكل عبايات وفي نفس الوقت فيهم لمسه مغربيه، كيف ما قلت لكم هما لمسه مغربيه خليجيه، يعني دخل فيهم الخدمه ديال الخليج مع الخدمه ديال المعلم وديال ديال التنباس ديال الطرز ديالنا المغربي. كاينه هذه حتى هي كتجي هكايا قطعه دو بياس، شوفوا لي غير الثوب كيفاش داير، رائع بزاف. يمكن لكم يعني تتاخذوا افكار بحال هكا من هذا لا فيديو، الا بغيتوا تخدموا شي قطعه ديالكم راسكم تاخذوا هكايا افكار. كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم خليو لي اللايك ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. خليتكم على خير.